الأردن يشيع قتل الأمن خلال مداهمة خلية معن. الإضرابات تدفع عملة إيران للهبوط والنظام يهرب نوويا من الاحتجاجات. بعد تلميح اليونيفيل لمسؤولية حزب الله ميقاتي يقول إن حادثة العقبية ليست عرضية. مظاهرات في الخرطوم والأمن يستخدم الغاز المسيل للدموع. بعد فوز 21 مرشح في الانتخابات التونسية جولة إعادة في 133 دائرة في الشهر المقبل. أهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية التي تمتد على مدار الساعتين القادمتين، ونبدأها من الأردن. فقد أعلنت إدارة الأمن العام الأردني مقتل 3 من عناصر الأمن في مداهمة لمشتبه به في مقتل نائب مدير شرطة مدينة معاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح. كما أكد الأمن العام الأردني مقتل المشتبه به بمقتل العقيد الدلابيح والقبض على 8 آخرين خلال العملية. وأشار الأمن العام الأردني لأن المشتبه بهم في مقتل العقيد من حملة الفكر التكفيري، وقبض على 8 أشخاص على علاقة بمقتل الدلابيح بينهم 4 أشقاء و3 أبناء، وأن المشتبه به في مقتل الدلابيح فتح النار خلال المداهمة ما أوقع قتلى وإصابات. كما تم العثور على أسلحة وذخائر خلال مداهمة الخلية الإرهابية في الحسينية في معان. هذا وقابلت عائلة العقيد عبد الرزاق الدلابيح الذي قتل يوم الجمعة الماضية على خلفية الأحداث التي جرت في مدينة معان خبر مداهمة خلية إرهابية في منطقة الحسينية بارتياح. كان في وعد من جلالة سيدنا، وهو وعد صادق و يعني تعهد لمس نتائج اليوم بعد انتهاء، يعني امبارح حسب معلومات اللي يعني قرأناها وسمعناها من الناس اللي شروا أفضلكم اللي يعني التواصل، قالوا كان امبارح في مداهمة للموقع اللي تم منه إطلاق النار على المرحوم، و لاجتثاث هؤلاء القتلة الجناة. أعلننا من البداية بأن مع الأردن، مع الوطن، مع الأجهزة الأمنية، وأصدرنا بيان امبارح أعطينا الأجهزة الأمنية المدة الكافية من أجل أنه إظهار الحق وإظهار القتلة، القاتل بين ومعلومات أولية الحمد لله رب العالمين تم تصفيته، وهذا ما يهمنا ويهم أبناء الوطن كاملين. سيدنا صاحب القرار أوعد، والهاشميين إذا أوعدوا أوفوا، أوفى سيدنا. من عمان ينضم إلينا مراسل الحدث عمار الهندي. عمار أهلا بك. انتهت جنازة النقيب الرحاحلة، وبالتالي ماذا عن المصابين، وإذا كانت هناك ردود أفعال جديدة أو شيء؟ نعم أكيد. اسمح لي أولا للتصحيح، الخلية الإرهابية كان عددهم 10 أشخاص وليس 9. قاتل العقيد الدلابيح الذي قتل وهو من مواليد العام 2002، ولديه شقيق كان قتل في سوريا بعد أن التحق بتنظيم داعش، ولديه شقيق آخر مسجون على خلفية قضايا إرهابية، والتسعة الآخرين الذين كانوا بصحبته في هذه الخلية الإرهابية ألقي القبض عليهم، وهم الآن في حوزة الجهات الأمنية المختصة. حينما داهمتهم القوى الأمنية كانت مكونة من النقيب غيث الرحاحلي واثنين من زملائه الذين
قضوا في هذه المداهمة، وخمسة آخرين أصيبوا، حالتهم الآن بحسب البيان الأمني الأخير محمود لا تزال مستقرة. ولكن في الحقيقة إن أنت سألتني عن ردود الأفعال، هنالك صدمة في الشارع الأردني محمود، كيف تحولت الاعتصامات السلمية، كيف استغل البعض من أصحاب الفكر التكفيري الاعتصامات السلمية التي كانت تجري في العاصمة عمان وفي المحافظات وفي معان، كيف استغلوها في لارتكاب مثل هذه الجرائم، وهي قتل العقيد عبد الرزاق الدلبيح قبل يومين، وأيضا خلال هذه المداهمة الأمنية قتل ثلاثة من رجال الأمن وأحدهم النقيب غيث الرحاحل الذي كان يقود هذه القوة الأمنية. ما علمناه طبعا هنالك حالة من الاستياء كبير في محافظة معان، سكان محافظة معان منذ اليوم الأول ومنذ أن قتل العقيد الدلبيح رفضوا هذه الجريمة وتبرأوا منها وقالوا بأنه من ارتكبها ليس له في معان لا نسب ولا عشيرة ولا أمان. وبالفعل يعني القوات الأمنية كانت انتشرت، وكنا في يعني ذهبنا إلى معان ورأيناهم بأم عيوننا، كان انتشار كثيف للقوات الأمنية، وفي النهاية يعني عثر عليهم، ولكن يعني حصلت هذه الخسائر. هنالك صدمة كبيرة في الشارع الأردني، كيف آلت الأمور إلى هذا المكان. فيما يتعلق بالاعتصامات كما تعلم يعني اعتصامات الشحن فكت وعادت الشاحنات إلى العمل بشكل طبيعي. نعم محمود، أسأل عن وزارة الداخلية، من آخر مؤتمر صحفي للوزير والأمن العام ووزير الاتصالات، هل هناك يعني بيانات رسمية خرجت جديدة مثلا؟ بكل تأكيد كانت البيانات الأمنية تؤكد على ضرورة أن قاتل العقيد الدلبيح سيلقى جزاؤه ويقدم إلى العدالة، ويعني نحن عرفنا من هو قاتل العقيد الدلبيح بهذه العملية، ولكن هنالك حزن كبير. طبعا الحكومة نعت الرجال الأمن الذين فقدوا قتلوا، والمؤسسة الجيش نعاهم والأمن نعاهم، جميع الأنظار محمود تتجه إلى طبعا الحالة الصحية للخمس مصابين من الجهاز الأمني، من جهاز الأمن العام الذين كانوا برفقة هذه الوحدة الأمنية التي داهمت وكر هذه الجماعة المتطرفة. طبعا الأمن العام يحذر محمود من تداول الإشاعات، لأنه بصراحة تكثر كثيرا إشاعات ومعلومات مغلوطة عن مصير يعني رجال الأمن المصابين، ولكن التزاما بما جاء في بيان الأمن حالتهم مستقرة، والأمن يهيب بالمواطنين والمؤسسات الإعلامية عدم تداول أي إشاعات وأي معلومات مغلوطة، وانتظار بيان الأمن الذي سيطمئن الأردنيين والرأي العام المحلي والدولي عن حالتهم في حال يعني الضرورة. نعم، حجب بعض المواقع اللي أعلن عنها وزير الاتصالات زي منصة تيك توك وغيرها، هل هناك جديد في هذا الأمر؟ لا تزال منصة تيك توك محظورة في الأردن، وبصراحة محمود أنا يعني أقول لك ما الذي كان يحدث. كانت تنتشر فيديوهات تحريضية على تيك توك، ويعني لأشخاص كانوا يحرضوا على العنف ضد رجال الأمن، وكانوا يعني مقصدهم أن تتحول الاعتصامات السلمية إلى عنف وإلى أحداث شغب، وهذا كان بشكل كبير جدا جدا على منصة تيك توك. ولذلك سارعت وحدة الجرائم الإلكترونية حينما تيقنت بأن هنالك كميات كبيرة من هذه الفيديوهات تنشر على تيك توك، سارعت بحظرها، لأنه عللت هذا الحظر بأنها تبث خطاب كراهية، هنالك من يستغل هذه المنصة لبث خطاب الكراهية وفيديوهات تحريضية على العنف. وحتى هذه اللحظة لا تزال منصة تيك توك محظورة في الأردن، وأعتقد أنها ستبقى كذلك لحين الانتهاء من العملية الأمنية التي تضمن من خلالها المؤسسة الأمنية عدم وجود أي شخص يتبع إلى هذه الخلية الإرهابية. طبعا تحقيقات محمود، وهذا المهم، التحقيقات مع التسع أشخاص الذين ألقي القبض عليهم إلى جانب القاتل الذي قتل مستمرة وجارية بالتأكيد لمعرفة الدوافع، كيف خططوا، وإذا ما كان هنالك من ساعدهم ويعني أو أي أشخاص يختبئون وراء هذه الخلية أو خلايا أخرى لمعرفة يعني ولضمان عدم وجود أي اعتداءات أو أعمال شغب أو قتل جديدة في حق المؤسسة الأمنية. نعم عمار الهندي، شكرا جزيلا لك عمار.
دعا بيان لمجلس تنسيق احتجاجات عمال عقود النفط في إيران، دعا عمال القطاع النفطي إلى الانضمام للاحتجاج والدعوة إلى الإضراب الذي يبدأ اليوم ويستمر لمدة 3 أيام. هذا وبدأ أصحاب المحال التجارية في مدينة سنندج في محافظة كردستان إيران بالإضراب عن العمل وإغلاق متاجرهم، وذلك بعد دعوات عامة للإضراب. كما أغلقت المحال أبوابها في مدينة كاميران بمحافظة كردستان، وهوت العملة الإيرانية إلى مستوى منخفض مقابل الدولار، وجرى تداول الدولار يوم السبت بما يصل إلى 39,056 ريال في السوق غير الرسمية، وفقد الريال ما يقرب من 20% من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد قبل 3 أشهر. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مرزها که بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک سوالگرد و آرزوهاش، برای اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختهای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این اعتصاب و تجمع اعتراضی کارکنان پایانه نفتی قشم 28 آذر ماه برای زن زندگی آزادی. من جانب آخر، دعت المحامية الإيرانية شيرين عبادي الإيرانيين للانضمام إلى حملة سحب الأموال من البنوك. وقالت عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إن البنوك تعمل كذراع اقتصادي للنظام القاتل فقط، وليست كمؤسسات لخدمة الشعب، مضيفة أن قمع الاحتجاجات الشعبية لم يهدأ منذ 2018 ولا توجد إرادة للنظام لقبول مطالب الشعب. وأشارت المحامية الإيرانية إلى أن حملة سحب الأموال من البنوك يمكن أن توجه ضربة أساسية للنظام. وأشارت عبادي إلى أنه تم تشكيل حملة يستطيع خلالها المواطنون عبر سحب أصولهم من البنوك توجيه ضربة كبيرة للهياكل القمعية، كاشفة عن أن الوقت قد حان لكل مؤسسة شريكة في جرائم النظام أن تواجه رد الفعل المنسق من قبل الشعب الثوري وفقا لتعبيرها. هذا وكشف محامي محمد حسيني المحكوم عليه بالإعدام في إيران، كشف عن تعرض موكله لأشد أنواع التعذيب من الضرب بالقضبان الحديدية والصاعقات. وأضاف محامي السجين محمد حسيني الموجود في سجن كراج أن اعترافات موكله كانت تحت التعذيب وليس لها قيمة قانونية. وحكم على حسيني بالإعدام في قضية مقتل أحد الأعضاء البسيج خلال مراسم ذكرى 40 لمقتل المتظاهرة الشابة حديث نجفي في كراج شمال البلاد. في هذه الأثناء أفاد موقع هنغاو بوفاة محمد حاجي رسول بور أحد المتظاهرين المعتقلين في مدينة بوكان الكردية في محافظة أذربيجان. وأشار الموقع إلى أن حاجي رسول دخل في غيبوبة وتوفي في مستشفى في المدينة بسبب إصابات خطيرة ناتجة عن التعذيب. طلب مهرجان كان السينمائي بالإفراج الفوري عن الممثلة الإيرانية الحائزة على جائزة تراني على
علي دوستي، والتي تعتبر من بين أبرز الأشخاص الذين اعتقلوا في احتجاجات إيران المستمرة منذ شهور. وقالت وسائل إعلام رسمية إن تراني اعتقلت بعد نشرها سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم حركة الاحتجاجات، بما في ذلك خلع الحجاب وإدانة أعدام المتظاهرين. ويذكر أن تراني لعبت دور البطولة في ذا سيلزمان الحائز على جائزة الأوسكار، وكانت في مدينة كان في مايو الماضي للترويج لفيلمها ليلز برازرز. غادر وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم طهران بعد يوم من وصوله لإجراء محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وبحسب صحيفة إيران ديلي، فإن الوفد الذي ترأسه نائب المدير العام للوكالة ماسيمو أبارو أجرى مباحثات وصفتها بالمكثفة مع مسؤول منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ومسؤولين من وزارة الخارجية. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي فإن إيران مستعدة للعودة إلى جميع التزاماتها بموجب الاتفاق حسب تعبيره. في هذه الأثناء يزور وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لبحث حل القضايا العالقة مع مسؤولين إيرانيين. وأشار عبد اللهيان إلى الحرب في أوكرانيا أمام منتدى طهران الثالث للحوار، ووصف ما سماها بمزاعم الغرب لتقديم إيران كأحد الأطراف في الحرب الأوكرانية بأنها واهية. باب للدبلوماسية لا يزال مفتوحا على مصراعيه أمام التفاوض بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وفق تقرير لرويترز. فمنذ عامين تقريبا حاولت الإدارة الأمريكية رغم التعنت الإيراني كما ذكر دبلوماسيون في واشنطن، وفشلت في إحياء الاتفاق. لكن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين يرفضون قطع الأمل. التفاؤل الغربي بشأن الاتفاق يعكس خطورة المقاربات البديلة، كما نوه دبلوماسيون غربيون تحدثت إليهم رويترز. فالمسؤولون في العواصم الغربية يشددون على أنهم لا يعتقدون أن هناك أي خطة للقيام بعمل عسكري ضد إيران، لأن الضربة قد تعزز ببساطة أي رغبة إيرانية في الحصول على أسلحة نووية وتخاطر برد إيراني. إيران الآن تقوم بتخصيب اليورانيوم وصولاً لنسبة 60 في محطتها النووية فوردو، متجاوزة إلى حد كبير عتبة 3.67% المحددة بموجب الاتفاق النووي، لكن لا تزال بعيدة عن عتبة 90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية، وهو ما قال دبلوماسيون إنهم يعتبرونه خطاً أحمر حسب رويترز. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رأى أخيراً ألا خيار أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة لضمان عدم تطوير إيران لأسلحة نووية. حبل العقوبات بات يخنق إيران ونظامها القمعي وفق تعبير دبلوماسيين غربيين، احتجاجات داخلية وعزلة دولية. لكن المرجح في المرحلة الحالية وفق تقرير رويترز أن هذا لن يمنع إبقاء الدبلوماسية حية حتى إذا ماتت خطة العمل الشاملة المشتركة المتصلة بالاتفاق النووي لعام 2015. من لندن الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ وجدان عبد الرحمن. أستاذ وجدان أهلا بك. كان هناك تقرير شديد اللهجة صدر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران مؤخرا، وفهم من بعده أن الخطوة القادمة من الوكالة هو إحالة الملف إلى مجلس الأمن، لكن فوجئنا بالعكس أن هناك زيارة من الوكالة إلى طهران. وهنا السؤال،
في وجهة نظرك ما الذي تغير؟ بماذا تفسر الخطوة الوكالة؟ هل هي مهادنة أم ربما يعقبها خطوات أشد؟ تحياتي لك أستاذ محمود ومتابعيك الكرام. أعتقد كما أشرت في التقرير بأنه الدول الغربية لا تريد أن يحصل هنالك حرب أو حتى ضربات عسكرية على المواقع النووية الإيرانية، لأن نعرف تماما بأن المواقع العسكرية النووية الإيرانية هي منتشرة في أكثر من مكان، وأيضا حتى نسبة تخصيب اليورانيوم في مناطق مختلفة في فوردو وأيضا في نطنز. لذلك يعتقد الغرب بأنه في حال تم استهداف إيران قد تلجأ إيران إلى موضوع صنع القنبلة النووية خاصة وأنها تمتلك الكمية الكافية. لذلك أعتقد أنه الدول الغربية ما زالت تعتقد أنه يمكن خروج الكمية، يعني هم يصرون بشكل كبير على خروج بالمرحلة الأولى، خروج الكمية التي امتلكتها إيران إلى خارج إيران ليضمنوا في بداية الأمر أن لا يمتلك إيران كمية كافية لصنع القنبلة النووية. لذلك لا يريد أن يقوموا بخطوات تستفز إيران، ولهذا ما زالوا يعتقدون بأنه من خلال المفاوضات يمكن خروج هذه الكمية. لكن أعتقد أنه النظام الإيراني يعرف هذه القضية بشكل كامل، وتصريح الرئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في بيت المرشد اليوم بأنه إيران امتلكت القدرة النووية، وامتلاك القدرة النووية يعتبر رادع للدول الغربية، وهذا يفسر بأنه بالفعل أنه بيت المرشد يهدد أنه في حال تم استهداف إيران، إيران ستلجأ إلى القنبلة النووية، وهو أشار بوضوح بأنه إيران لديها إمكانية الوصول إلى القنبلة النووية. أستاذ جدان، نحن أمام مسارين، مسار يتعلق بعلاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطهران، ومسار آخر يتعلق بالدول الأوروبية وأمريكا بإعادة إحياء الاتفاق الإيراني النووي. صحيح أنه المسارين قد يؤثر بعضهما في البعض، لكن في فصل شوية بين المسارات. هل تتوقع تحريكا ما في إطار اتفاقات ومفاوضات ما يحدث في فيينا أو جنيف أو شيء من هذا القبيل، أو إعادة تحريك الحوار مرة أخرى، المفاوضات مرة أخرى؟ أستبعد أنه خاصة في ظل التصريحات العلنية التي أعلنت عنها الدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الدولية والدول الأوروبية، أنها لا تجد هنالك جدوى للمفاوضات مع النظام الإيراني فيما يتعلق بموضوع الملف النووي لإيران، وأيضا حتى زيارة وفد الوكالة الدولية لإيران يوم أمس أعتقد لن تهتم به الدول الأوروبية بشكل كبير. وباعتقادي أنه النظام الإيراني قام بهذه المحاولة في البداية هو لكسر الجمود الموجود اليوم فيما يتعلق بموضوع قرار مجلس الحكام وأيضا القرارات التي تأخذها الدول الأوروبية تجاه إيران فيما يتعلق بموضوع الملف النووي الإيراني. والنظام يعرف تماما بأنه ليس وارد الأمر بأنه يتنازل لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك حتى الزيارة هي كنا نعرف بأنها غير ناجحة ولم تأتي بأي ثمار، لكن أعتقد أن الدول الأوروبية سوف لن تهتم في الوقت الراهن لموضوع المفاوضات مع الجانب الإيراني، وأعتقد أنهم سيعملون على خطة با وهي مزيد من العقوبات، وأيضا ما نشهده من تحرك أمريكي إسرائيلي والتدريبات التي تقوم فيها إسرائيل إن كان في الحرب السيبرانية أو المناورات العسكرية. يعني هل تعتقد ممكن يقدموا تنازلات في ظل الضغط الذي يحدث في الداخل الإيراني من احتجاجات؟ يعني يريدون إحراز انتصارا بعيدا عن هذه الضغوط في الشارع؟
مستبعد بشكل كبير بأنه النظام الإيراني يقدم تنازلات، التصريحات التي سمعناها من كمال خرازي أعتقد أنه الأمر غير وارد جدا أن تتنازل إيران فيما يتعلق بموضوع الملف النووي، ودائما أنها تستخدم موضوع التهديد. رئيس الوكالة الدولية، رئيس وكالة الطاقة الإيرانية محمد إسلامي أعلن بأنه إيران بلغت الوصول إلى كمية غير مسبوقة من اليورانيوم، وهذه رسالة تهديد. ولا أعتقد بأن النظام الإيراني في وارد أمره أن يتنازل، خاصة أيضا فيما يتعلق بموضوع القرار الذي اتخذه البرلمان الإيراني في ديسمبر 2020 بإنتاج اليورانيوم بكمية عالية، وأيضا إنتاج أجهزة طرد مركزية، وهذا أيضا ما أقدمت عليه الحكومة الإيرانية، حيث بلغ اليوم أكثر من 11,000 جهاز طرد مركزي أنتجته إيران، وأيضا حاليا هذه الأجهزة فعالة ونشطة. طب بماذا تفسر تصريح كمال خرازي وهو يقول إذا عاد الأمريكيون إلى الاتفاق الإيراني النووي عدنا، دون أن يذكر أي شروط؟ يعني العودة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران قدمت مقترحات للولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن رفضت هذه المقترحات، لذلك هم يعرفون جيدا بأن عودة الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى قبول الشروط الإيرانية أو المطالب الإيرانية، إن كانت المتعلقة بموضوع رفع العقوبات وأيضا فيما يتعلق بموضوع أجهزة الطرد المركزي والكمية من اليورانيوم، بالإضافة إلى الاعتراف بوجود إيران في المنطقة وأيضا الاحتفاظ بالصواريخ الإيرانية، وهذا لا يمكن أن توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الرئيسية إسرائيل، لذلك يحاولون رمي الكرة في جانب الأمريكي بأنه إن عادت أمريكا نحن نعود، بمعنى أنه إذا تنازلت أمريكا أو استجابت مطالبنا سنعود وهذا لن يحدث. أستاذ جدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك أستاذ جدان. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: الخارجية اليمنية تحذر المجتمع الدولي، جماعة الحوثي لم تعد مجرد تمرد داخلي. حشود عسكرية كبيرة انتشرت على طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس. القوات في كل مكان والميليشيات تتحكم في كل شيء في العاصمة. هل سندخل في صدام مسلح بين حكومة الدبيبة وبشاغة؟ هناك انسداد في المسار السياسي، وهناك انسداد الآن في المسار العسكري. أكثر من مرة تتفجر الاشتباكات في العاصمة طرابلس، هذه المرة علامة. الاشتباكات التي اندلعت هي ذات طابع سياسي بحت. لا أتكلم عن الاجتماع السياسية بقدر ما أتكلم عن أحداث حافلة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس. لو زادت المواجهات العسكرية هناك لن تتم الضبط ولن يتم وقف إطلاق النار، وستكون المأساة كبيرة. أي كان السبب وأي كان البادئ، راح ضحية هذه العملية غير المحسوبة عدد كبير من الأبرياء والمدنيين. الحالة الميليشاوية التي تمر بها البلاد الآن، ألا تضع ليبيا في موقف خطير وتصعيدي ربما يصل إلى مربع لن يستطيع أحد منه النجاة؟ الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين.
صرح وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى أن هجمات الحوثيين على المنشآت الحيوية تهدف لتشتيت الانتباه عن أزمة النظام الإيراني، مضيفا أن استمرار استهداف المنشآت النفطية سيكون له أو ستكون له عواقب وخيمة على كافة الأصعدة، وأشار إلى أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد تمرد داخلي بل تشكل تهديدا دوليا يجب مواجهته. قال رئيس وفد النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي النائب تيري مارياني للحدث، قال إن أوروبا تهدم لبنان وتساهم في تدميره، مشيرا إلى أنه يجب العمل بشكل جدي لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. قضية اللاجئين أصبحت في الواقع عبارة عن قنبلة موقوتة، نعم قنبلة التي من شأنها أن تدمر لبنان. عندما كنت في البرلمان الأوروبي ببساطة قلت الحقيقة، تخيلوا أنه لو في فرنسا مثلا هناك 22 مليون لاجئ لواجه البلد مخاطر الانفجار، واليوم بخصوص الوضعية في لبنان نحن مقدمون على إعدام هذا البلد، كما أننا يمكن أن نصنع موجة ثانية من الهجرة غير النظامية، وهدفنا هو إيجاد حل بشكل سريع من أجل تمكين لبنان من الخروج من هذه الأزمة وحتى لا يأتي اللاجئون إلى أوروبا. النائب الفرنسي أكد للحدث أن أوروبا مستعدة للتفاوض مع طالبان لكنها لا تفعل ذلك مع النظام السوري، مضيفا أنه يجب البدء في محادثات مع السلطات السورية لضمان عودة اللاجئين. في الواقع نحن نمارس سياسة انتقامية، أوروبا أخطأت لكنها لا تريد الاعتراف بخطئها، ووصلنا بسبب ذلك إلى حالة منحرفة. اليوم أوروبا مستعدة للتفاوض مع طالبان لكنها لا تريد فعل الشيء نفسه مع النظام السوري، وهي بصدد تفجير بلد مثل ما فعلت مع لبنان. لذلك نحن نطالب بوقف هذه السياسة الانتقامية. أوروبا أخطأت لسنوات، ومن الأفضل التوقف عند هذا الحد وأن نباشر اليوم محادثات مع السلطات السورية لضمان عودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل طوعي، وهذا لن يكلف أوروبا كثيرا وأيضا سيجنب انهيار لبنان. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب وأدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة الأيرلندية وجرح 3 آخرين. وأضاف ميقاتي أن المزايدات في هذه القضية مرفوضة، وكذلك الاستخفاف بخطورة ما حدث أو اعتباره حادثا عاديا أو عرضيا هو أمر مرفوض أيضا حسب تعبيره. أفادت صحيفة نداء الوطن اللبنانية بتوثيق تقرير أمني لإصابة آلية اليونيفيل المستهدفة في حادثة العقبية ب27 طلقا ناريا من جهات عدة. وأضافت الصحيفة أن الحادث بحسب التقرير الأمني لم يكن عفويا ولم يتخذ قرار من الجهات المعنية في المنطقة بالسيطرة على الوضع فور وقوع الحادث. صحيفة أكدت أيضا تواصل مسؤولين لبنانيين مع قيادة ميليشيا حزب الله للتأكيد على كون المسألة صارت محرجة أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، داعين إلى الإسراع في إيجاد مخرج مناسب لها، خصوصا مع دخول لجنة أيرلندية على خط متابعة ما توصلت إليه التحقيقات الرسمية والأممية. في السياق، كشفت صحيفة نداء الوطن عن مساعي قام بها مسؤول أمني رفيع في ميليشيا حزب الله لعقد لقاء مباشر مع قائد قوات اليونيفيل بغية محاولة التوصل معه إلى الصيغة الأنسب لإنهاء القضية، ومشيرة إلى أن اللقاء عقد عن بعد عبر تطبيق زوم، وجدد خلاله المسؤول الأمني حرص الميليشيا على العلاقة مع اليونيفيل ولا علاقة لها بما حدث في بلدة العاقبية. من بيروت ينضم لنا الكاتب الصحفي الأستاذ أسعد بشارة. أستاذ أسعد أهلا بك. تصريح نجيب ميقاتي بأن الجيش يجري تحقيق، طيب إن أجرى التحقيق ما الذي يمكن أن يترتب عن هذا التحقيق، وما هي تلك السلطة التي يمكن أن تكون لدى الجيش الآن على سلاح حزب الله؟ إن الأفضل استبدال كلمة تصريح نجيب ميقاتي بتخدير نجيب ميقاتي، لأنه من المعروف أن المنطقة هي تحت سيطرة حزب الله،
وسنناقش احتمالين الآن. الاحتمال الأول هو أن يكون آلية أو موكب اليونيفيل قوات الطوارئ دخلت عن طريق الخطأ فلاقت نوع من اعتراض نسبة للتحريض الذي يحصل عادة عندما تدخل إلى منطقة لا يرضى عنها حزب الله، وأقدم أحد المناصرين أو العناصر على إطلاق النار لكن من دون أوامر. هذا أحد الاحتمالات. الاحتمال الثاني أن هذا الموكب دخل فتعرض لكمين حقيقي محاصرة وأطلق نار كما تفيد التقارير الأمنية، أطلق نار مركز وبقصد القتل. سواء هذا الاحتمال أو ذاك، يجب في الاحتمالين تسليم من أطلق النار أو من أطلق النار على موكب اليونيفيل، وإلا لا يكون هناك معنى لأي تحقيق ويكون تكون كلمة التحقيق مفرغة من أي مضمون. إذا لم يتم تسليم مطلق أو مطلقي النار إلى الأجهزة الأمنية لكي يتم التحقيق ومعرفة هل أن أطلاق النار حصل بطريقة انفعالية أو بإعطاء أوامر أو بتحريض أو ما شابه، لا تكون هناك الاحتمال 1% من الصورة من الحد الأدنى مما حصل حقيقة على الأرض. عندئذ لا يمكن الكلام عن تحقيق، هذا يصبح عملية شراء وقت. وأنا أتوقع أنه بعد أيام على عدم الإعلان عن توقيف أي من مطلقي النار، هذا يعني أنه لن يكون هناك تحقيق، سيكون هناك تحقيق فقط في البيانات السياسية وليس على الأرض. طب في طرف دولي، إحنا أمام الأمم المتحدة وأمام اليونيفيل، وبالتالي هناك رغبة من ميليشيا حزب الله في إطار تسوية معينة. أسألك عن قراءتك للطرف الدولي للأمم المتحدة أو اليونيفيل، هل ممكن فعلا تجري تسوية أو توافق على تسوية، أم يمكن أن تصعد الموقف؟ يعني لا هذا ولا ذاك، التسوية غير ممكنة لأن هناك جندي سقط من الكتيبة الإيرلندية. كيف يمكن لقوات الطوارئ الدولية وللمرجعيتها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن يقول لم نعد نريد أن نعرف ماذا حصل وكيف قتل هذا الجندي؟ الأمر الثاني، هل هناك مواجهة؟ أيضا لا أعتقد، لأن مجلس الأمن الدولي يواجه الكثير من الانقسام بعد أزمة أوكرانيا، التركيز هو على أوكرانيا والحرب الروسية على أوكرانيا والعجز عن توقيف هذه الحرب بعد قرابة السنة، بعد قليل ستحل السنة على حلول هذه الحرب. إذن تصبح حادثة مقتل، جريمة مقتل الجندي الإيرلندي بثاني الأولويات، لكن هذا لا يعني أن الأمم المتحدة قادرة على المساومة أو على القيام بتسوية على الطريقة اللبنانية. حزب الله يريد أن ينزع عنه القميص الدم الذي سقط بفعل سقوط هذا الجندي وهذا الاعتداء الواضح، وأن يقول لا علاقة لي، ولكن الأحداث السابقة تدل على أن كلمة الأهالي هي الترجمة الحقيقية لوجود حزب الله العسكري والأمني على الأرض في كل مرة كانت تتعرض قوات اليونيفيل إلى اعتداء، من غير الضرورة أن يكون الاعتداء قد أدى في الماضي إلى سقوط قتلى، ولكن هذه المرة كان الاعتداء أدى إلى سقوط جندي. طب افتراض أن هذه حادثة مرتبة كما تذهب كل الآراء إلى ذلك، ما تلك الرسائل التي ربما أرادها حزب الله؟ وهل ثمة تقليم أظافر لليونيفيل في لبنان ربما لتهيئة الأوضاع لأحداث قد ننتظرها في الفترة القادمة؟ لا نستبعد هذا الأمر، لا سيما وأن حزب الله قد وقع اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل، أي الهدنة غير المعلنة والتطبيع من دون توقيع، هذا كان حصل. ولكن بعد التطبيع من دون توقيع يريد أن يقول الأرض لي في الجنوب، جنوب الليطاني وشمال الليطاني. طب جنوب الليطاني هناك أصبح أمر واقع عسكري، بمعنى أن يعني الحزب لديه وجود حقيقي خلافا للقرار 1701. سبق أن حصلت قضية الأنفاق، وال يعني إسرائيل دخلت على موضوع الأنفاق، والأمم المتحدة قوات الطوارئ أصدرت بيانات واضحة في موضوع الأنفاق، والأنفاق هي على الحدود مباشرة. وبالتالي هناك عمل جنوب
خط الليطاني ضمن منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية. حزب الله يريد أن يقول اليوم ها الأمر لي، لا يوجد أي احتمال لقوات الطوارئ الدولية أن تقوم بأي مهمة حقيقية تنسجم مع مضمون وموجبات القرار 17-01 التي تملي عدم وجود السلاح جنوب خط الليطاني. بالتالي هذا ترهيب لقوات الطوارئ، وهذا الأمر إن حصل عن قصد، إذا حصل عن قصد إنه رسائل تبدأ في الجنوب ولا تنتهي في نيويورك، وإذا حصل بقصد الترهيب فإن مفاعيله قائمة فعلا، هي كانت قائمة سابقا وهي الآن ممتدة. سوف تطوى قضية الجندي، للأسف لن يحصل تحقيق لبناني لأن لا أحد يجرؤ على القيام بالتحقيق، وعلى صعيد الأمم المتحدة سيبقى موقفها مبدئيا من هذه الجريمة ولكن لن يذهب إلى حدود الصدام. القرار 17-01 أصدر بموجب الفصل السابع وليس الفصل السادس وليس الفصل السابع. نعم أستاذ أسعد بشارة الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك أستاذ أسعد. أخلت ميليشيا حزب الله اللبناني عدة نقاط عسكرية لها بالقرب من الحدود السورية اللبنانية قرب قرية فيريابوس القريبة من مدينة الزبداني بريف دمشق بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف المرصد أن ميليشيا حزب الله نقلت معداتها ليل أمس الأحد اتجاه مدينة رأس العين الحدودية، وتضم تلك النقاط عدة عناصر منها لبنانيين الجنسية وسوريين متطوعين وسيارات عسكرية رباعية الدفع مزودة برشاشات، وقد تم إنشاء بعضها عام 2019 وكانت مخصصة للتفتيش والرصد. المرصد أوضح أيضا أن حزب الله عمد أيضا إلى نقل أسلحة وذخائر من مواقع عسكرية تابعة له جنوب العاصمة دمشق إلى مواقع أخرى تقع جنوب غرب دمشق في محيط الكسوة. تظاهر المئات من نازحي مدينة عفرين السورية في ريف حلب أمام قاعدة عسكرية روسية للتنديد بالحصار العسكري والاقتصادي الذي تفرضه قوات النظام السوري. وندد المتظاهرون أيضا بالسيطرة التركية على عفرين التي تتواجد فيها فصائل مسلحة موالية لأنقرة منذ 2018. واتهم المتظاهرون القوات الروسية في سوريا بأنها لا تلعب أي دور من أجل تخفيف الحصار الذي يتعرض له نازح عفرين منذ أشهر والذي يتسبب في تعطيل مظاهر الحياة ويساعد على تفشي الأمراض في مخيمات النازحين. بستنكر هذا الحصار المفروض علينا من قبل الحكومة السورية. طبعا هنا في عنا الضامن الروسي، الضامن الروسي ما له أي يعني تأثير على المنطقة هون حاليا. يعني هذا الحصار المفروض علينا صار له أكثر من حوالي 4-5 أشهر بالانقطاع المادة المازوت، انقطاع الأدوية، المشافي، حتى عندنا مشافي يعني بدأت على التوقف حاليا. هذا الحصار نحن يعني نطالب الحكومة السورية أن فك الحصار عنا باعتبار نحن شعب واحد، شعب سوري واحد، ما في فرق بين عربي كردي أرمني آشوري. فلذلك يعني نحن كمخيم هنا موجودين حاليا يعني نستنكر هذا الشيء ونطالب أن فك الحصار قريب العاجل إن شاء الله. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: قوات الأمن السودانية تواجه المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
أسقطت القوات الحكومية مسيرة أيضا العائلات من التوجه إلى حماة. نحن بالفعل نتهم ميليشيا الحوثي بقتل هؤلاء الضحايا. صنع القرار لا يتم في صنعاء ولا في صعدة. هل فعلا المجتمع اليمني على وشك ثورة ضد هذه الميليشيات؟ ما يحدث الآن من قبل الحوثيين هذه رسالة موجهة للمجتمع الدولي. ميليشيا الحوثية تحاول الضغط على الحكومة اليمنية للقبول بشروطها التعجيزية لتمديد الهدنة. هذا ما يستطيعون فعله مع هذه الميليشيا الانقلابية. بعض الدول تريد إطالة أمد الصراع. لسنا مستعدين أن نرسل أبنائنا إلى المدارس لكي تدرسهم ميليشيا الحوثي ثقافة السيد. لن تكون هناك ثورة إلا من داخل صنعاء. نحن في تعز نعيش حالة من الهلع. ميليشيات لا تختلف في سلوكها عن جماعات أخرى صنفت إرهابية. لماذا الميليشيات الحوثية لا؟ يتسلم الرئيس التونسي قيس سعيد مسودة الدستور الجديد في تونس يعيش انقسامات. يتم اليوم تمكين رئيس الجمهورية من الاطلاع على مسودة مشروع الدستور. موقف الشارع من كل ما يحدث من هذا الحوار. ما هي مصلحة الاتحاد في إغلاق المجال الجوي؟ الوضع الاقتصادي والاجتماعي متأزم جدا. ما هو المطروح فعليا إذا ما صوت التونسيون بلا؟ ما علاقة عيشنا إذا كان التونسيون يعيشون في الخصاصة؟ الاحتمالات كلها مفتوحة. رئيس الجمهورية اليوم أمام امتحان صعب. هل تعتقد فعلا بأن هذا الحوار الآن سيكون ممثلا لكل الشعب التونسي؟ هذا ليس مبررا كافيا أن يتجاهل رئيس الجمهورية مطالب الشغالين. سيتضمن الدستور الجديد في بابه الأول أولوية الاقتصاد. بما أنه هو دستور مستقبلي، ما الذي يضمن بأنه يحصل على الأصوات الكافية في الاستفتاء؟ في السودان خرجت اليوم تظاهرات تحت عنوان إرادة شعب وحددت القصر الجمهوري وجهتها النهائية. وتتزامن التظاهرات مع حلول الذكرى الرابعة للثورة التي اندلعت في 19 من ديسمبر من عام 2018 عقب احتجاجات في مدينة عطبر الشمالية على ارتفاع أسعار الخبز، وتوسعت بعدها إلى العاصمة الخرطوم ومدن أخرى وأدت إلى الإطاحة بنظام البشير. من الخرطوم تنضم إلينا مراسلتنا هناك لينا يعقوب. لينا أهلا بك. الصورة التي كانت على الشاشة الآن لينا هي الصورة التي كانت معك قبل قليل، هل هدأ الوضع أم ربما يعني ازداد أكثر؟ مساء الخير محمود. هو قل أكثر الآن، الساعة 6:00 إلا ربع تقريبا تفرقت هذه التظاهرة من وسط الخرطوم بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. انتقلت الشرطة من هذا المكان، من مكان الخرطوم أو وسط الخرطوم ومحطة شرواني إلى بالقرب من حديقة القرشي، أيضا هو مكان يتجمع فيه المتظاهرين حينما يبتعدوا من وسط الخرطوم. بعض الشوارع فتحت، هناك شوارع حتى اللحظة ما زالت مغلقة، يعني شارع القصر نلاحظ أن هناك بعض عربات الشرطة قليلة وبدأت تنسحب تدريجيا ولكنها موجودة حتى اللحظة. هو الشارع المغلق حتى اللحظة، أيضا الجسور مغلقة ولكن نتوقع أن تفتح مساء هذا اليوم. هناك تظاهرات
أين محمود ستكون في 24 و29 من هذا الشهر، وهو ضمن الجدول التصعيدي الموضوع من قبل تنسيقيات لجان المقاومة. نعم، خريطة الأحزاب التي تؤيد هذه التظاهرات والاحتجاجات لينا. من يؤيدون هذه الاحتجاجات، أولا تحالف التغيير الجذري، هو يضم الحزب الشيوعي، الحزب الناصري، تجمع المهنيين، بعض تنسيقيات لجان المقاومة وأسر شهداء يؤيدون هذا الحراك ودعوا للمواطنين للمشاركة فيه. هناك أحزاب محمود هي قد لا تشارك ولكنها تدعم أو تشجع السلطة على عدم استخدام العنف مع المتظاهرين، مثل البيان الذي أصدره حزب المؤتمر السوداني ودعا الشرطة لعدم استخدام العنف. أما حزب الأمة فقال إنه يدعم الحراك، لكن حتى اللحظة لم يقل صراحة أنه سيشارك في هذه التظاهرات. هذه الأحزاب وقعت على اتفاق إطاري الأمة والمؤتمر السوداني، أقصد مع المكون العسكري. هناك إجراءات من المقرر أن تتخذ خلال الفترة المقبلة، لكن حتى اللحظة لم يتضح منها شيء. بالتالي من يشاركون في هذه الاحتجاجات والتظاهرات هم الذين يرفضون التسوية بصورتها المعروفة، وهو تحالف التغيير الجذري وتنسيقيات لجان المقاومة، وكذلك طبعا قوى أخرى ترى أن هذه التسوية أيضا تجاوزتها. هي تسير احتجاجات ولكن ليس لهذا المكان، ليس لا. بذات الشعارات تسير يعني تلك المجموعات تظاهرات مثلا أمام مقر بعثة يونيتامس، وهي أيضا ترى أنه تم إقصائها من خلال هذه التسوية التي تمت خلال الفترة الماضية. كيف انعكس الحراك السياسي الأخير التوقيع الاتفاق الإطاري وغيره على تظاهرات هذا العام أو هذه الذكرى الرابعة يعني؟ محمود هي مستمرة، صحيح إنها لا تحظى ربما بكثير من الزخم الذي كان في العامين الماضيين، ولكنها موجودة ومتواصلة ومستمرة. وهذا يعني بصورة أو بأخرى أن تنسيقيات لجان المقاومة تفصل دائما مواقفها من مواقف الأحزاب السياسية. الأحزاب حينما تشعر بأن علاقتها مع المكون العسكري توترت فهي تخرج إلى الشارع والشارع يكون حاضر، حينما تقوم بتوقيع اتفاق فهي تقل من الشارع لكن الشارع يظل حاضرا ويظل موجودا. لذلك هذه التسوية أوضحت المواقف، أعلنت المواقف. من يرغب في الاحتجاج أعلن ذلك صراحة وهو يخرج اليوم في الشارع، ومن يرى إن التسوية قد تمضي فهو يدعو السلطات لعدم استخدام العنف دون المشاركة الفعلية لقواعد هذا الحزب في هذه الاحتجاجات. حتى الآن يعني التظاهرات ليست فيها أي جرحى أو مواجهات أو شيء يقارن بالاحتجاجات السابقة يعني. صحيح لا يوجد يعني قتلى حتى اللحظة على الأقل، يعني وأنا أتحدث معك الآن ربما تتضح بيانات بعد قليل، ولكن هناك إصابات يعني باتصالات أجريناها هناك حالات إصابة خاصة قرب جسر المنشية. كان بعض المتظاهرين حاولوا عبور الجسر وأطلقت عليهم الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ويبدو أن هناك إصابات حدثت بحسب شهود عيان. كذلك هنا كانت هناك بعض حالات الاختناق والإصابات الطفيفة. لجنة الأطباء كانت في العادة تعلن عدد الإصابات أو عدد القتلى بعد كل تظاهرة كبيرة. صحيح أنها في التظاهرات السابقة لم تكن تعلن تفصيلا، ولكن يبدو أن كما ذكرت الوضع كان مستقر إلى درجة ما بحيث لم تكن هناك إصابات أو حتى أعداد قتلى. لينا يعقوب مراسلتنا في الخرطوم، لينا شكرا جزيلا لك. أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية تظهر فوز 21 مرشح من الدور الأول للانتخابات. الهيئة قالت إن المعطيات الأولية المتعلقة بفرز نتائج الانتخابات التشريعية تظهر فوز 21 مرشح من الدور الأول على أن تجرى جولة إعادة الشهر المقبل في معظم المناطق التونسية وتشمل 133 دائرة من أصل 161. الهيئة أعلنت عن إلغاء جزئي وكلي للنتائج في بعض الدوائر الانتخابية بسبب تسجيل خروقات.
استراحة قصيرة، نعود بعدها ونفتح ملفات الساعة الثانية، نخصص الجزء الأكبر للملف الإيراني.